السلام عليكم، انا من الفلبين. من الفلبين. يا اهلا بك، يا اهلا، مرحبا. بعد شيخ امير، صراحه بديش انا اضيع وقتك. من وين انت؟ عفوا، من انا وين عمري اصلك؟ عفوا، من انا وين اصلك؟ انا انا اردني اردني ها، سيدي اردن. اردني يا اهلا بك، من اهل السنة. نعم سيدي، بس حاب احكي لك، احنا اهل السنه كل هالمعلومات هاي ما كنا نعرفها، يعني كله انا منصدم صراحه باللي بسمعه منك. فسؤالي بسيط وبديش اضيع وقتك. يعني انا يعني ما بصير مسلم الا اني اسب على ابو بكر وعمر وعائشه، يعني مين هذول اصلا؟ يعني هو بغض ما النظر تصير، ما كان تصير، كلامك صح نعم ما تصير، سيدي، اي نعم ما تصير، لان هو هذا الاسلام، هؤلاء شقوا نسخه اسلاميه ثانيه، يجب ان تبرأ منهم. لان انت منهم. طب احنا ديننا الاسلامي رسول الله وآل البيت، احنا بنصلي على رسول الله وآل البيت، انت جنابك سني، طهارهم تطهيرا. انت جنابك سني ولا شيعي؟ سني طبعا طبعا سني، انا سني، خلاص، اذا نبقى بس على هاي المعلومات كلها اللي اذا نبقى على السنه، شنو اللي مزعلك بدين السنه والجماعه؟ لا بس انا يعني سؤالي، لا يعني ما انا هيك مش مسلم الا اصير لا لا اسب لا ولا لا لا، عنه، انت ايش يعني اللي مزعلك؟ انت مسلم، ابقى على التوحيد ودافع عن عائشه، ايش اللي مزعلك؟ لا ايش؟ بدافع عن عائشة، أنا ما بدافع عن عائشة، أنا ما كنت ضحى، بس سؤالي باختصار دقيقة لازم دقيقة، أسب ليش ما عليها تدافع؟ ليش ما تدافع عن عائشة واحنا مسلمين واسلام واحد؟ ليش يا اخي من الاردن؟ أخي شيخ أمير، ديننا أعظم من هيك، ورسول محمد إجا برسالة جيد، للعالم كله. فهذه زوجتنا بيك وعرضنا بيك، ولازم تدافع عنها وتبين لنا انه هي ما شريفه. بدافع عنها، إذا في شبهة، الشبهات أكرم من الحرام، أنا خلص بسيبها بحالها، لا بقول الله أعلم الله إذا هي اعلم. غلط أو صح. يعني تقول ان رجلا نزل بعائشه فاجنب، الله اعلم. عائشة نزعت ملابسها هو مش امام سالم أكيد، سبلان، الروايات والله اعلم ايه اللي قرا بعدها. ابو موسى دخل على عائشه، والله اعلم. شيخ ايمن أمير، المخزومي شافها ببدله عرس في الغرفه، وايه اللي قرا بعدها؟ الله اعلم. هذا هو، هذا الدليل، هذا كلام، هذا انا تستدل، هذا يبقى انت الكلام، متاكد؟ هذا كلام تستدل به على اناس كفار مثل الشيعه، هو هذا كلام؟ انا بقول لك مش مؤكد مليون بالمية، انت متاكد مليون بالمية؟ انت متاكد مليون بالمية انه عائشه شريفه؟ لا مش متاكد، بس احنا ديننا اعظم من هيك، ديننا رسالة يا هذا توحيد قوية قوية قوية، ديننا اعظم من هيك يا شيخ امير، مش قوية. عارف ليه انت عندهم بس نسبة، موضوعك عائشة وابو بكر وعمر، ديننا اعظم من هيك يا شيخ امير، ما مش موضوع عائشة طيب وابو شكرا بكر لك، وعمر شكرا لك، وصلت، ديننا اعظم من هيك بس. وصلت مشاركتك، شكرا لك، وصلت مشاركتك، شكرا لك. تابعني، تابعني اكثر حتى اسمع اعلان تشيعك بعد ايام. شكرا لك، يا اهلا بك، حياك الله. والله العظيم يا اخواني، قسما بالله، حتى المسلم السني الموحد اللي يعبد الله عز وجل وحاضر رجل ربه لهالدرجه، والله حطيت بقلبه على اقل تقدير 1% انه عائشه مو شريفه، 1% حطيت بقلبه، رشاء ام ابا، ينام الليل ويذكر. وكانت تستعجب بامانته، يندار يلتفت منها الجهه، خطيه يحاول ينسى، يحاول ينسى. على الخبير سقط، استغفر الله، استغفر الله، يحاول ينسى، يلتفت منها. تدرون هذا تقلبات الليل صعبه، الانسان يتذكر الماضي الوسخ، ماضي الصحابه الوسخ، يلتفت من غير جهة. أن علقمة وشريح سألاها عن القبلة فأجابتهم أن النبي كان يباشرها وهو صائم، يرجع ينام عدل يصفين، أن الأسود بن يزيد النخعي كان ما يملك إربة وأجنب، الله أكبر. آخر شيء يقوم خطية ياخذ له قلاص شاي، يطلع برا يدخن جقارة. اشرح لكم حياة الموحد حاليا، حياة الموحد. ضحكوا ضحكوا شيعة علي الكرار، ضحكوا الله يديم ضحكتكم، ضحكوا ضحكوا، ولكم لعبوا بيكم لعب، ولكم الله اكبر، ولكم عائشة عائشة يصرخون. والله اعظم موحد الان عندهم 1% على اقل تقدير، صار عنده شك 1%، بس ما يقدر يبينه، مستحيل يبينه، مستحيل، بس بداخله اكو شك.
مرات يلعب بالزلم تركض وراهم مش موضعيه هاي كارثه وحق الغلام الايفا وروح ابو وروح وداعت سالم سبلان بعد وداعت عمو ايمن المخزومي اللي دش عليها بالبدله العمس تركت عندهم علل هذه علل هذا الكلام ما يروح انتم شيعة منجوس تضحكون عبادين قبور وطين هذا الموحد يسمع كلامي من شار قصه قص هذا وين يروح هذا الكلام يبقى يفتر 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 حتى لو كان يترضى عليها يحس اكو شيء مو طبيعي في تاريخ عائشه